مرحبا أيها العراقي، راح تقدر تعبر براحتك عن رأيك وتحتج وترفض بكل الوسائل المتاحة بدون ما بعثي بمنطقتكم يكسر رقبتك بتقرير ويسميك متآمر على الحزب والثورة. شيء طبيعي، أول شيء نفكر بيه كعراقيين هو مغانم الحرية والديمقراطية اللي راح ناخذها من أمريكا، بلد الحرية والديمقراطية بعد احتلالها إنه سنة 2003. ناس بسيطة وتعبانة استوها طلعت من حصار وحكم دكتاتوري، كانت قبل الاحتلال الأمريكي تمشي وتقول لنفسها إيش خلنا ناكل ونعيش، الحيطان عندها اذان. وبهاي المناسبة السعيدة العم سام كان محضر لنا كعراقيين سبيشل سربرايز على الحرية والديمقراطية. أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 19 برئاسة بول بريمر قال يحظر التجمع والتجمهر في الطرق والشوارع العامة. هاي شنو هاي؟ لعد الحرية والديمقراطية شلون؟ قالوا لنا عوفكم من هالخريط هسه، ركزوا على اللغة اللي اجيناكم بيها. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة، هاي شنو؟ أشو أوامر يا عم سام؟ العم سام قال لك غلس وطف الكاميرا، هاي أوامر ديمقراطية وول ستريت وحرية نيوجيرسي وليبرالية وادي السيليكون. وصدق والله انطفت الكاميرا. المهم بعد هذا الأمر بسنة يصدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2004 وقال للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلميا وفقا للقانون. واستمر القانون إلى أن أجى دستور سنة 2005 وبالمادة 38 نلقى هاي الفقرات: أولا حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل، ثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم بقانون، وهذا الأخير هو المستمر حتى هذه اللحظة. تمر السنوات بعد 2003 وبدأ النظام السياسي بالعراق يتشكل عن طريق ظهور الأحزاب السياسية، وبعد مرور سنوات مجلس الحكم وسنوات الحكومة الانتقالية تدخل الأحزاب للبرلمان وتأخذ السلطة التنفيذية. بس معظم هاي الأحزاب استخدمت سلوك سياسي غريب كلش، التعبير عن المطالب والتظاهر بعيد عن التفاهم السياسي الرسمي داخل البرلمان أو القنوات القضائية. هذا السلوك اللي سوته جديات. إذا حبينا نراجع العملية السياسية وراء السقوط من خلال المظاهرات نلقى مشهد يتكرر دائما: الأحزاب السياسية تفشل بصناعة تفاهم بيناتها بداخل مجلس الحكم أو الجمعية الوطنية أو البرلمان، وهذا الفشل يتحول حافز لتظاهر جماهير هاي الأحزاب. يعني ببساطة التيار الصدر يفشل بصناعة تفاهم سياسي ويا مجلس الحكم يقلب الدنيا بالمظاهرات المسلحة والسلمية، السستاني يفشل بصناعة تفاهم سياسي ويا الأمريكان يطلع يتظاهر عليهم بالنجف والبصرة وبغداد، السنة يفشلون بصناعة تفاهم سياسي ينزلون بمظاهرات سلمية ومسلحة، وهكذا هيك مشت الصورة. وكل هذا على شنو؟ حتى كل طرف يثبت للطرف الاخ وزنه بداخل العملية السياسية وبالتالي يضغط على المنافسين. حتى شنو؟ حتى تكبر المغانم. نلقى كذلك الجمهور اللي ما مرتبط بالأحزاب معظم مظاهراته مطلبية وعفوية وما بها أهداف دقيقة تخص النظام السياسي أو الدستور، وهذا النمط وين نلقاه؟ نشوفه بالفترة من 2003 ولغاية ثورات الربيع العربي اللي بدت شرارتها نهاية 2010 بداية 2011. بداية 2011 شهد العالم العربي ثورات إصلاحية كبيرة طالبت بإسقاط أنظمة ونجحت بإسقاطهن مثل مصر وتونس، وبسبب هاي الثورات يقرر مجموعة من الناشطين والمثقفين والأفراد العاديين بالعراق يتظاهرون بتاريخ 25 شباط 2011 ويطلقون على يوم التظاهرة اسم جمعة الغضب. قبل جمعة الغضب بيوم طلع المالكي بخطاب تلفزيوني واتهم اللي راح يطلعون بالمظاهرة بأنهم معادون للديمقراطية وينتمون إلى البعث والقاعدة، وهاي كانت أول مرة يظهر هذا الوصف بالإعلام الحكومي وينشد للناشطين والتيار العلماني بالعراق. شيع مئات من العراقيين جثامين المتظاهرين الذين قتلوا أمس برصاص قوات الأمن في عدد من مدن العراق فيما سمي جمعة الغضب. المسكوت عنا يا أصدقاء أنه احتجاجات 25 شباط 2011 انطلقت بكل المحافظات العراقية ما عدا أقليم كردستان، وكلهم طالبوا بإصلاح شامل للنظام السياسي وتحسين المستوى المعيشي للعراقيين خلال سقف زمني معلوم. ضحايا هاي المظاهرات 29 شخص ومعظمهم من الموصل وصلاح الدين، يلحقهم 150 مجروح ومعاق، والحكومة العراقية وعلى رأسها نور المالكي لم تحاسب على دم هؤلاء إلى الآن. نجي لسنة 2012 نلقاها هي وأختها 2013 من نصيب المناطق الغربية والشمالية، بدت شرارة المظاهرات والاعتصامات بصلاح الدين والموصل والأنبار وديالة والمناطق ذات الأغلبية السنية ببغداد مثل الدورة
والعظمية، بدت من شهر كانون الأول 2012 لغاية كانون الأول 2013. التظاهرات ببغداد والموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة رفعت شعارات ضد التهميش السياسي والاعتقالات العشوائية والانتقام الحكومي والمجازر بحق سكان الموصل وغرب العراق. وبعد ما فاض الكيل بالمعتصمين لمدة سنة، توصل سياسات المالكي لأعلى درجات الطائفية والتنكيل والقمع، وتتأسس ميليشيات برعايته لترهيب المحافظات المحتجة مثل جيش المختار مال واثق البطاط. ضيف لها حملة اغتيالات كبيرة ضد عناصر بالجيش والشرطة، وهنا تكبر الاتهامات بين كل الأطراف، ونوصل لرفع شعار قادمون يا بغداد كشعار تبناه شيوخ الأنبار لإعلان القطيعة والعداء ويا المالكي، ورد عليهم المالكي بأن يدس قوات عسكرية لساحات الأنبار تحرك خيم الاعتصامات وتعتقل أكثر عدد من الناس. 2013 وبالتحديد بتاريخ 23 نيسان 2013، الحكومة العراقية تقتحم ساحة لمتظاهرين بمدينة الحويجة بمحافظة كركوك، ويروح ضحية هذا الاقتحام أكثر من 80 متظاهر وجرح 200 واعتقال أكثر من 400. حجة هاي المجزرة وجود أسلحة بداخل الخيم، بس لحد تاريخ بث هذا الفيديو والحكومة العراقية وعلى رأسها نور المالكي ما أثبتت وجود الأسلحة، ولم تحاسب على كل هاي الأرواح والأنفس اللي أزهقت إلى الآن. تغيب التظاهرات من الأجواء لسنة 2014 باعتبارها سنة الانهيار الأمني ودخول داعش للعراق، بس هاي السنة أكو مظاهرتين، واحدة بكربلة والثانية بالديوانية، طلعن بعد شهر من سقوط الموصل، يعني بتموز 2014، وهذني كان إلهن وضع كلش جديد. أتباع المرجع العراقي محمود الحسني الصرخي طلعوا مظاهرات سلمية تماشياً ويا فتوى الصرخي اللي حرمت رفع السلاح ضد أبناء السنة في العراق، وهاجمت فتوى الجهاد الكفائي اللي أطلقها المرجع علي السيستاني وأكد بطلانها. الآن اختلطت الأمور، كيف الآن؟ هل يوجد عاقل الآن يفتي بحمل السلاح؟ كيف تفتي بحمل السلاح؟ لا أعرف. بسبب مظاهرات الصرخيين صارت حملة عسكرية حكومية على أنصار الصرخي بكربلاء والناصرية، انقتل بيها العشرات وتم اعتقال 1000 شخص بحسب إحصائيات مكتب الصرخي. تمر الأيام وماكو مجال للتظاهر، وحرب داعش بدت تصير أكثر قساوة ودمار خصوصا بأراضي سيطرة التنظيم، وبشهر أيار 2015 ينزح أكثر من 150 ألف عراقي من الأنبار لبغداد، وهناك الحكومة العراقية تمنع دخولهم بحجة وجود إرهابيين بيناتهم، وتنطلق تظاهرات بزيبز اللي تسمت على اسم جسر يربط ما بين الأنبار وبغداد، وتطالب بإيجاد حل لعشرات الآلاف من الأهالي اللي فقدوا بيوتهم بلحظة. رفضت الحكومة إدخال أهل الأنبار لبغداد، مما أضطرهم للسفر شمالا للأربيل والعيش هناك. والحلو أنه من 2014 لليوم ما سجلت أربيل أي حادث إرهابي بسبب تواجد الأنباريين. المهم بفترة الحرب على داعش كان يا عراقي يريد يحكي له سالفة ضايج من سالفة، تطلع لفصائل الحشد الشعبي وتقول لأستاذ أجلها، هسه احنا بحرب. بس العراقيين بازعوا روحهم من هالوضع، وبتاريخ 16 تموز 2015 بقضاء المدينة شمال البصرة وبمظاهرة تطالب بتحسين وضع المي والكهرباء، يقتل الشاب منتظر الحلفي وينجرح 3 بصاروة على يد القوات التابعة لماجد النصراوي محافظ البصرة. ورا مقتل منتظر بأسبوعين تتنظم كل الساحات العامة بوسط وجنوب العراق، مظاهرات شكلت منحنى جديد بالحركة الاحتجاجية العراقية، مطالبها أقل راديكالية من مطالب 2011 بس كانت موجهة اتجاه نقاط محددة. تعاملت الحكومة العراقية ويا مظاهرات 2015 بطريقة مختلفة عن تعامل الحكومات السابقة ويا التظاهرات ككل. حيدر العبادي ما صدر أي توصيفات بمتظاهري تموز 2015، ما قال فقاعة، ما قال بعثية، ما قال قاعدة أو أزلام نظام سابق، ولا قال انتهوا قبل أن تنهوا. بس أكو رجال دين وسياسيين شيعة منتمين دينيا وسياسيا لإيران هم اللي أخذوا دور اغتيال المتظاهرين بالإعلام. عندك خطيب جمعة النجف صدر الدين القبنشي طلع وقال هدف المظاهرات إرجاع العراق للحكم اللاديني، أما باقر جبر الزبيدي أو باقر دريل مثل ما يسميه العراقيين طلع وقال أن المظاهرات أمر دبر بليل كدلالة على كون التظاهرات مؤامرة. هذا الشهر شهد العراق أول اعتصام مدني مفتوح بالجنوب العراقي، صار قدام بناية محافظة البصرة تنديدا بمقتل منتظر، بس انتهى على يد القوات الأمنية باقتحام خيم الاعتصام وربط المعتصمين بالحبال ورفع الخيم. بسنة 2015 الظاهرة والبغداديين وباقي محافظات الوسط والجنوب على طول 21 جمعة
وأكو جمعتين وقفت بها المظاهرات مع محاولة فاشلة لعبور المنطقة الخضراء انتهت بقمع المتظاهرين واعتقالهم. سنة 2015 خلصت دون أي تطورات على صعيد مطالب المتظاهرين، وما تحاسب ماجد النصراوي المسؤول الأول عن مقتل منتظر الحلف. يمشي الزمن وبتاريخ 26 شباط 2016 يركب مقتدى الصدر موجة تظاهرات 2015، ونشوف آلاف من أنصار مقتدى الصدر يتجمعون بساحة التحرير ويطالبون بتغيير مفوضية الانتخابات وحكومة تكنوقراط. تستمر تظاهرات الصدريين، بس هاي المرة مو بوحدهم، بل بشراكة الحزب الشيوعي وبعض القوى المدنية العراقية حسب ما يحبون يسمون نفسهم. هذه المرة الأولى ولن تكون هناك سابقة لهذا، وأعتقد هذه ثورة إصلاحية اجتمع بها كل أبناء الشعب العراقي، سيما المدنيين وأبناء التيار الصدري اللي يمثلون التيار الإسلامي المعتدل. تنتهي تظاهرات الصدريين بحكومة تكنوقراط بالإضافة لتغيير مفوضية الانتخابات، زائد 14 شاب صدري فقد حياته بهاي السنتين، ولم تحاسب الحكومة على فعلتها هذه لحد الآن، ولم يطالب التيار الصدري بتحقيق العدالة اتجاههم. عام 2018 نقدر نسميه عام البصرة الاحتجاجي بالعراق. شهر تموز 2018 طلعت مظاهرات بالبصرة تطالب بتحسين الكهرباء والخدمات وفرص العمل وتحلية المياه، وبتجمع بصري صار بصف حق للقرنة ينقتل المتظاهر سعد المنصوري وينجرح العشرات. دماء سعد المنصوري وقمع أصدقائه خلت الاحتجاجات تكبر، وكان رد الحكومة قطع الانترنت وفرض حظر تجوال، بس هذا الشيء محل المشكلة، بل تسبب بحرق كل مقرات الأحزاب بالبصرة والسماوة وذي قار. موجة العنف الحكومي بمظاهرات البصرة كبرت وشملت محافظات الجنوب كلها، وأنهت حياة أكثر من 208 عراقي جنوبي و9700 جريح. وغير المفاجئ أنه لم يتم محاسبة محافظ البصرة ولا محافظ ذي قار ولا محافظ واسط ولا محافظ ميسان ولا رئيس الحكومة حيدر العبادي على هاي الجرائم. الفترة الزمنية اللي عشناها بالعراق من 2011 ولحد 2018 أنتجت سؤال ممكن نعتبره من أهم أسئلة الحقيقة بعد 2003: لماذا يتظاهر شيعة العراق وهم أكبر المستفيدين من النظام السياسي القائم؟ تمت الإجابة على هالسؤال بمرحلتين: المرحلة الأولى بربيع 2018 ومقاطعتهم للانتخابات، والمرة الثانية بعد سنة واحدة بخريف 2019 أو ما أطلق عليها لاحقا حراك ثورة انتفاضة تشرين. بس قبل نفوت بتشرين، هو إيش صار أصلا قبل تشرين؟ بالحقيقة أكو أحداث كبيرة بالسياسة العراقية صارت قبل تشرين وانعكست على المجتمع العراقي. أول حدث صادم كان إعلان التحالف بين الفتح وسائرون لتشكيل الحكومة، والصدمة الثانية صفقة تقسيم المناصب والدرجات الوظيفية البالغ عددها 4000 درجة وظيفية تقسمت بين التيار الصدري والفتح والأحزاب السنية والكردية. والجدير بالذكر أنه هاي الصفقة كانت عكس شعار التيار الصدري قبل دخول الانتخابات 2018 اللي كان مليونية إصلاحية انتخابية ضد المحاصصة. بنفس هاي السنة تم استهداف مقرات الحشد الشعبي بصواريخ من طائرة إسرائيلية، بس صار ورا القصف حرب بيانات بين قادة الحشد الشعبي والحكومة، واحد يتهم الآخر واحنا صافنين بنصهم ونشرب شاي وما فاهمين ايش دا يصير. أمانة بغداد وبلدية البصرة قرراً وبلحظة سريالية تامة إزالة كل البسطيات والتجاوزات بمناطق الكرادة وساحة الطيران ببغداد وشارع الجزائر بالبصرة. أمانة بغداد وبلدية البصرة شالوا البسطيات بالشفلات، بس غضوا النظر عن تحكم عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء بمناطق كلش مهمة ببغداد والبصرة، والجادرية طبعا أكثر النماذج وضوحا، بس لا أمانة بغداد ولا أكبر جهة سيادية بالدولة تقدر تطلعهم. وبعد هذا الحدث تطلع شخصية من شخصيات الخط الأول بالحشد الشعبي أبو آلاء الولائي ويقول بكل وضوح: الأمريكان كلهم رهائن عند فصائل المقاومة في حالة حدث الحرب، لأننا سوف نقف مع الجمهورية الإسلامية. نقطة على السطر. والحدث الأخير صار قبل أسابيع من مظاهرات تشرين، حملت الشهادات العليا التموا بساحة التحرير وطالبوا الحكومة بفرص عمل، أما الحكومة فتعاملت ويا ذول الطلبة وخاصة النساء بطريقة متوحشة مثلت صدمة كبيرة للمجتمع العراقي. وبتاريخ 1/10/2019 مئات من الشباب يتجمعون بساحة التحرير وبعض ساحات الوسط والجنوب العراقي، أغلبهم من الطلبة المعتدى عليهم وأصحاب البسطيات اللي شيلتهم الأمانة. ضيف لهم كم عراقي
العراقي ضايج على نقل عبد الوهاب الساعدي للإمرة وإزالة تمثاله بالموصل. كل ذولة وقفوا وهتفوا مثل هتافهم بباقي السنوات، وبعد ساعات من تواجدهم توقع أول ضحية ببغداد برصاص القوات الحكومية، ويرتفع القمع بطريقة صادمة ضد الشباب بمرور الأيام. تتكرر الاحتجاجات بكل الساحات وتزيد يوم ورا يوم، والقمع يزيد أكثر. تكفل الدولة حق التظاهر، أوال حق التظاهر، أوال حق التظاهر. ونوصل لحد يوم 15، وآخر منطقة ظاهرت كانت ببغداد اللي هي مدينة الصدر ذات الأغلبية الشيعية. احنا شباب طلعنا مسالمين، شنو ذنب هالشباب؟ ليش هالشباب جاي؟ رجعوا المتظاهرين لبيوتهم بعد ما انملت شوارع بغداد والناصرية والبصرة والديوانية والسماوة والكوت والعمارة والنجف والكربلاء بجثث العراقيين الشيعة. نتج عن هاي المظاهرات بموجتها الأولى مقتل 149 شخص بكل محافظات العراق المحتجة، بالإضافة لأكثر من 6000 جريح ومعاق إعاقة دائمية. وبالفترة بعد 6/10/2019 بدأ التحضير للإجابة بكل وضوح عن سؤال ليش الشيعة العراقي الظاهرون وهم أكبر المستفيدين من النظام السياسي، والجواب أجى عبر كلمتين: نريد وطن. الشيعة على طول سنوات ما قبل 2011 كانوا حايرين بالموت والكراهية، حالهم حال كل الشعب العراقي. وبعد حراك 2011 وصعودا بدأوا يتعرفون على استبداد شيعي ما يختلف عن البعث بأي شيء. الشيعة انحكموا من قبل كائنات قسموا وطنهم، باقوا أحلامهم وشوهوا نظرتهم لمستقبل ما بعد صدام حسين، ونهبوا فلوسهم. وبالإضافة لكل ما ذكر، كائنات عليهم عشرات وثائق التخابر والعمالة ويا دول أجنبية. فشلون ممكن يكون موقف المجتمع الشيعي العراقي قدام هيك خراب؟ ما عنده غير النزول للشارع وفضح النظام بجملة نريد وطن. ترجع المظاهرات بتاريخ 25/10/2019 بشعار نريد وطن ونازل آخذ حقي، على شكل اعتصامات مفتوحة بالساحات، مطالبها تقديم قتلة أكثر من 7000 ضحية بين قتيل وجريح ومعاق إعاقة دائمية، والطالب باستقالة الحكومة ومن ثم انتخابات مبكرة وتعديل لقانون الانتخابات. تستمر تشرين لمدة 5.5 أشهر، وتزامن ويا هاي التظاهرات موجة اغتيالات، تغييب ناشطين بداخل مقرات ومزارع أمن الحشد الشعبي، صعود مؤشر المجازر الحكومية اللي توزعت على بغداد والناصرية والنجف وكربلة بالتساوي، بالإضافة لأعداد كبيرة من المبعدين قسرا، زائدا دعاوى قضائية على عشرات الشباب. لحد ما أجتنا كورونا بشهر 3/2020، حصيلة تظاهرات تشرين كانت أكثر من 600 قتيل و 20,000 جريح ومعاق إعاقة دائمية، وإلى الآن ماكو مسؤول تحاكم على هاي الإعدامات الميدانية والتشريد البشري لحد هاي اللحظة. بعد كل هذا الشريط اللي حاولنا بيه تحليل حركة الاحتجاجات بالعراق، نلقى أن معظم العراقيين شاركوا بتظاهرة من نوع معين، ظاهروا على الغاز، على البنزين، على الرواتب، على الخدمات، نصرة لطوائفهم. بس بغض النظر عن كل شيء، التاريخ اللي عشناه قال لنا ترى السنة أحد أكبر المتضررين من هذا النظام، وسنوات 2003 لغاية 2017 أثبتت حجم الكارثة اللي عاشوها. وبعدين رجع ب 2018 و2019 قال لنا يابا صحيح أنه هذا النظام شيعي طائفي أحلامه تتلخص بمسح أهل السنة بالعراق، بس ترى نسبة أذيتها للشيعة ما فرقت عن أذيتها للسنة. وتجينا سنة 2020 والتاريخ يقول لنا يابا ترى دموية الحكم بالعراق مو بس ضد السنة والشيعة، شوفوا تعامل النظام ويا الكرد وتفرجوا على عيشتهم، راح تطلعون بمحصلة ان المكونات الرئيسية للعراق شيعة وسنة وكرد محكومين من قبل مافيا متعددة الجنسيات. لحظة تشرين لحظة وطنية وحيدة بتاريخ دولة العراق الحديث، لحظة ما انطلقت من شيوعيين ولا من قوميين ولا بعثيين ولا دعوتيين ولا من الصدريين، لحظة نرفع بيها شعار مستمر لحد هاي اللحظة. شلع قلع والقالها وياهم. ورغم كل ما انتجتها تشرين عن الدولة وشكل الدولة اللي تريدها، بس تبقى
حركة غير مكتملة افتقرت للدعم الكردي والسني، كذلك الدعم الدولي اللي نطلع به من سوالفنا عن التظاهرات. مو عاطفة ولا شعر ولا مديح للشهداء، هاي أشياء تروح بوقتها. اللي نطلع به كعراقيين متضررين من هذا النظام وبعد كل هاي التظاهرات والتاريخ المشرف ضد السلطات، هو شلون تكبر عندنا إرادة التنظيم. كل المكونات العراقية نسفت دماء وخسرت أموال وأعمار بسبب النظام العراقي بعد 2003. فأني أطرح سؤال بعد هاي الحقيقة، شنو الشيء الأكبر من الدم ممكن يجمع الناس على العدالة والقاتل واحد؟ أنتظر أقرأ تعليقاتكم على هالسؤال. تحياتي. بالنهاية لا تنسون دعمكم مهم حتى نستمر. إذا حبيت المحتوى وحبيتنا ادعمنا بلايك وسبسكرايب، شارك المحتوى إذا شفته مفيد. شوفكم بخير.